هل تصدقون يا سادة إن قلت لكم أني كنت في صغري أدون كل لحظة أمر بها في اليوم والشهر والسنة في دفتر مذكراتي؟ فما إن وصلت إلى الجامعة حتى جف حبر قلمي وسقط الكلام عن لساني، فبدأت حينها أتساءل: أين تلك البنت الشغوفة؟ أين تلك البنت المبدعة التي كانت تمثل وتجسد كل الأدوار على خشبة المسرح بكل شجاعة وجرأة دون خوف من رهبة الجمهور؟ في الحقيقة لم أعرف السبب وراء هذا الصمت الداخلي الذي كنت أتصارع معه كل يوم. فهل هذا الصمت يا أعزائي سيولد انفجارا سلبيا أم إيجابيا في الفترات القادمة؟ كنت أكلم نفسي مرات عديدة، ولكن كانت دائما مصرة على عدم الإجابة. فهل كانت تختار المكان والزمان المناسبين، أم تنتظر مني أن أخرج إلى النور وأعلن عما كان يراودني ويخالجني لكي أتقاسمه مع حواسي وكل جزء وعضو من جسدي؟ سؤال حيرني وحير قلمي، فما هي توقعاتكم يا أحبائي؟ الصمت الداخلي الذي كنت مسجونة فيه اعتبرته مجرد فترة نقاهة بالنسبة لي لأعيد لملمة نفسي بطريقة صحيحة ومبنية على أسس أصح. فتساءلت في يوم من الأيام: أبي أطلق علي اسم هند لأكون مهندة وقوية، وأن الضعيف لا حياة له ولا تاريخا يخلد له. ومن هنا عاهدت نفسي وأقسمت حينها: مهما كانت الحياة ضدي والناس ضدي، أنا خلقت من أجل أن أتعلم وأكافح وأثابر وأقاتل من أجل هدفي، وحتى لو كلفني هذا حياتي. والأهم من ذلك أن أترك وصمة جيدة وقوية يستفيد منها الجيل الآني والجيل الذي سيأتي بعدي حينما تفارق الروح جسدي. Thank you.
ومن هنا يا أحلى متابعين ويا أحلى مستمعين تبدأ القصة. آمنت بجملة ولا زلت أؤمن بها إلى حد الآن، وهي نقطة ضعفك اليوم هي نقطة قوتك غدا، لكن بطبيعة الحال إن أحسنت التصرف. أناشدك أيها المستمع، أيتها المستمعة، بأن لا ترضخي للعجز والضعف، فالمثابرة والكفاح والمقاومة مفاتيح وأساليب ستغير مجرى حياتك وحياتك إلى الأفضل، وما سأرويه لكم بين هذه السطور خير دليل، فابقوا معنا. وفي صباح يوم ممطر تكسوه الغيوم ممسوج برياح غربية، استيقظت وكل طاقة إيجابية ونشاط وحيوية، وأنا جالسة في الصف الخامس من الفصل بالجامعة راودتني فكرة أن أدرس مهنة الترويض الطبي التي عشقتها ولطالما حلمت بمساولتها، فقررت حينها مشاركة الفكرة مع عائلتي فتضاربت الإجابات. هناك من قال نعم أكملي، هذا مسارك ومستقبلك يا ابنتي، وهناك من قال لا دون أن يقول السبب. تخبطت لساعتين وأسبوعين، حقيقة تشتتت أفكاري، لكن سرعان ما استجمعت قواي. لأن رغبتي وإصراري كانا عاملين أساسيين ساعداني وبشكل كبير كي أخوض تجربة دراسية جديدة بعيدة كل البعد عن عالم الاقتصاد وإدارة الشركات الذي لم أرى فيه نفسي قط. جاء اليوم المنتظر، دخلت المعهد فأحسست حينها بشعور غريب وكأنني أعرف المكان منذ زمن طويل. استقبلني بكل حفاوة وكرم وشهامة، وهمس في أذني وقال يا هند، هذا مجالك وأنت خلقت من أجله. تتذكرون أيها الأعزاء أن في بداية القصة وفي قسم وشطر منها قلت قد أخبرتكم أن هناك أشخاص كانوا ضدي من البداية لاختياري لهذا المجال، وقالوا لي لا دون أدنى سبب. هل تعلمون ماذا كان ردي عليهم في النهاية؟ أجل، لقد نجحت، وفقت بين المجالين، رغم أن المجال الأول لم يلامسني إطلاقا، وأن المجال الثاني هو حلمي هدفي وشغفي منذ سن 7 سنوات. هل تعلمون أن من يحادثني بأسلوب سلبي يمنحني طاقة إيجابية مضافة ويزرع في روح التحدي؟ هل تعلمون أن حياتي كلها آراء سلبية ومواقف صعبة؟ هل تعلمون أن المقاومة من أجل البقاء هو نجاح في حد ذاته؟
بين الدراسة والتدريب في أماكن مختلفة من مصحة ومستشفى عمومي وعيادة طبية خاصة، بدأ احتكاكي بالناس شيئا فشيئا. حينها عرفت المعاناة الحقيقية بمفاهيمها ومفاتيحها العديدة. وفي كل مرة كانت يدي تلامس يد المريض كنت أحترق داخليا ولا زلت، وأدعو الله سبحانه وتعالى بين الفينة والأخرى أن يمنحني الطاقة كي أحول الدمعة إلى ابتسامة وأزرع وصيص الأمل في أياد وثقت بي واعتبرتني بئر أسرارها. كنت أظن أنني ما مررت به خلال مشواري البسيط والمتواضع كان معاناة مريرة، لكن ما عايشته مع الآخرين كان أمر مما كنت أتوقع. اقترب موعد التخرج، وكلي فخر بما أنجزته خلال 3 سنوات. قدمت الموضوع بحضور نخبة من الأساتذة وتحت تشجيعات عائلتي التي كانت فخورة بي، والتي من دونها لما كنت وصلت لما أنا عليه الآن. أشكرهم من صميم قلبي وأسأل الله أن يبارك فيهم وأن لا أحرم من رؤيتهم. هم القدوة والعرش الذي سأناضل من أجل بقائه خالدا في صفحات حياتي. رسالتي الأخيرة لك أيها المستمع وأيتها المستمعة، كن شجاعا في اختيار مجالك، ناضل من أجله، كن حكيما ومتميزا فيه لتكون الرقم الصعب الذي يصعب منافسته. نتلقاكم يا أحلى متابعين في قصة جديدة بحول الله. سلام عليكم.